فيه بركانا.
انهم يخوضوا معركة الامعاء الخاوية. ستفرغ ستفرغ امعاء اسرانا لتفرغ سجون الاحتلال منهم باذن الله. روحك ما يهم اعتقال، مهما طال السجن طال. بدنا صوتكم ارفع. السبابة ورد ويا الإخوة.
جمهور طيب متعطش دائما لمشيت فريق الواحد الحمد رب العالمين. كان المهرجان على درجة عالية من التنظيم، مهرجان راقي بكل المقاييس، أعطى انطباع جيد وممتاز عن الفن الإسلامي الملتزم الراقي. الحمد رب العالمين، يعني سررنا جدا بسماع الأصوات التي ما زالت يعني نشيدها فعلا يدخل القلب. الأخ إبراهيم الدردساوي، الأخ مراد الصغاري، هذا المنشد المقدسي الذي نقول له كل الاحترام. الحمد رب العالمين، يعني هذا المهرجان له كان نكهة فعلا مميزة بالنسبة لفريق الوعد. إطلاق الطيف الرابع في هذا المهرجان، الطيف الرابع الذي يشكل بالنسبة لنا يعني موقف جديد في إطار مسيرة فريق الوعد. الحمد رب العالمين، وفقنا في الأداء المسرحي والجمهور تفاعل بشكل احنا كنا مسؤولين. لا أخفي عليك أنه تغير مجمل البرنامج الذي كان موضوع من خلال الفريق، تغير بسبب اتصالات من الأسرة وكان واجب علينا أن نكرمهم، تغير بسبب يعني مطالبات الجمهور كما سمع الجميع كان بأنشودة علي السبابة أو غيره. الحمد لله رب العالمين، لمسنا الآن تفاعل الجمهور وأننا حاضرين يعني في ذاكرة هذا الجمهور الوفي للنشيد الإسلامي. نسأل الله تعالى التوفيق دائما ودائما لإقامة مثل هذه المهرجانات. كل الشكر الجزيل لكل المنظمين لهذا المهرجان وكل من كان له يد يعني بيضاء في إنجاحه. أيضا الشكر الجزيل لكم شبكة إنشادكم، تواكبون دائما فريق الوعد ونكون لكم كل المحبة والاحترام، ودمتم دائما متابع دائم لأخبار نشيد الإسلامي إنشاد والهدف.